كما كتشوفوا حوالا 84,000 اللهم بارك. فمعلوم تصوروا الثمن كاين ديما الثمن كاين الثمن كاين كاين الثمن كيقولوا فيه 90 حولي ديال 54 كيقولوا 30,000 الحولي تبارك الله حيت قريب العيد السلام عليكم اصدقائي فيديو جديد واليوم جديد كما كتشوفوا معنا حاليا كتوجدوا سوق انسان غادي نحاولوا نشاركوا معكم ديال الحواله حاليا العاصمه ديال السوق ديال الحواله سوسيين هو انسكان السوق معروف المعزي ومعروف بالحواله اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه اشتركوا بالقناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وكتبوا لينا في التعليق اش من السوق بغيتوا نصوروه اي سوق كتبتوا في التعليق غادي نمشي نصوروه ان شاء الله بحول الله فرشة ممتعة وكما كتشوفوا اللهم بارك هادو هما الحوالة ديال سوق انسكان حاليا كنتواجدوا في انسكان اللهم بارك شباب حوالة ديال الشباب ممكن تقول لي لا سيدي الثمن كل واحد وثمنه شحال كاع الغلا على حسب الثمن الغالي عندك 74 اذا كما سمعتوا قال لكم بين 54 حتى 50,000 اذا كاينين الحواله 50,000 و 74,000 اذا انا رايي الثمن عادي جدا الثمن مناسب 74,000 كاينين بعد الحواله ما اكتشفت خاص في زكان الزياد 94 95 حتى 5,000 درهم اذا هذو الحواله اللهم بارك الثمن مناسب انا رايي الغلا ما كاينش وفي نفس الوقت راكم عارفين الناس الانتاج الانتاج الخاص ديال الحواله راكم عارفين الكسيبه كي دايره العالف وبزاف ديال الحوايج اذا الا شفتوا شحال القمه ديالهم شحال كان ربما في ربما تقريبا سنه كيعرفوا سنه في حضور الناس من جنه والناس يديروا المجهودات ديالهم باش يكبر الحولي باش يجيبوا السوق اذا نتمنى ان شاء الله تستمروا معنا الله يحفظك اذا هذه هي انسكان سوق انسكان كل ما كان فيه الحواله ها هو غادي نحاولوا ندخلوا نشوفوا المكان اللي فيه الحواله كما كتشوفوا الحواله تبارك الله اذا سوق انسكان طويل تبارك الله وفي السوق العرض ديالو كبير اذا كنعرفوا الحواله كاينين وكاين المليح المعزي حتى هو كاين موجود بخير تبارك الله دابا كلشي برا اللهم بارك اذا غادي نحاولوا نصور لكم مزيد ان شاء الله هذا هو المعزي شحال اللهم بارك ايوا انسكان هو هذا سوق انسكان اللهم بارك غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ان شاء الله بحول الله السلام عليكم واخا نصوروا ماشي مشكل صورناش احنا الله يحفظك اخويا كما كتشوفوا الخير والبركه ديال الحواله دابا شحال الثمن اسيدي؟ شحال كاع الثمن دابا؟ 70 100 ما كاينش لا 5000 اذا كما كتشوفوا معنا اثمنة عادي جدا 50 60 70 اذا ثمن مناسب اذا داكشي اللي كيقولوا 10,000 درهم راه ما كايناش بعض الناس كيقولوا كاين الحولي ب 10,000 درهم 160,000 على حسب الغلاء المعيشه انتم كتشوفوا 70,000 80,000 بطاطا الله يسخر اخويا امين يا ربي ها الثمن مناسب
والله 70 راه رخيص. رخيص 70. رخيص تبارك الله. اذا تبارك الله واخا تبان معنا ماشي مشكل. دابا اش غادي تقول لينا انت على حساب سوق ينزكال على حساب الثمن؟ حساب الثمن طيح الثمن. طيح. كاين بعض الناس كيقولوا لا طالع الثمن. لا طالع الثمن. ياك. لان دابا العيد بقات لي ربما اسبوع. غادي تبيعوه بهذا الثمن ولا غادي تزيدوا في الثمن؟ الثمن ما دايرش. دابا تبقى العيد اربع ايام غادي تزيدوه؟ والله ما كاين ما نزيدو زاد السوق نزيدو بزاف السوق ما كاينش. تماما كما كتشوفوا. ما داير والو ما يسكن. مول الحوالة قال لكم بأنه الثمن ما كاينش إذا الثمن اللي باغين هما شحال كاع تقريبا أنت بغيتي تبيع الحوالة ديالو الثمن ديالو؟ 72 وإذا هما شحال كيحطوا؟ كيعطوا 50. تماما إذا مع الأسف الشديد قال لكم كيحطوا 50 تقريبا 60 في هذه الحوالة وهو كيطلب 70,000. شكرا لك أسيدي التوفيق إن شاء الله بحول الله. مشيو أخوتي شوفوا حوالة هذا سوق ينزكان اللهم بارك إذا موجود الخير تبارك الله. الحوالة الحوالة سيدي حيت بعد الكسابة بعد الكسابة كاعين باغين الثمن باغين الفلوس. باغين الفلوس راكم عارفين الفلاحين والناس اللي كيديروا الانتاج ديال الحوالة باغين الفلوس. هما باغين يكونوا ملياردير يبغوا الفلوس كثيره هذه هي الاحلام ديالهم ونتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الحوالة يعجبوكم. كما كتشوفوا تبارك الله شي حد يقول لنا اثمنه ديال الحوالة واخا كاينه 45 46 هي اللي كاينه. شوفوا تبارك الله الثمن رخل كيفاش ياك 60 65. على تاع 60 هذه هذاك الشيء كيبان ليا. لا كثار هذا كثار. قول لي هذوك الحوالي ديال اسبانيا كيقولوا ما هذاك الشيء الحموق بحال هذاك الشيء ما خدامش. اش غادي تقول لبعض الناس اللي غادي يشاهدونا دابا خاص فهاد اللايف بالنسبه للنصيحه ديالك الحولي ديال اسبانيا يدو السردي السردي احسن من ديال اسبانيا تماما. هذا شخص محترف خاص في الحواله قال لكم بانه ديال اسبانيا صعب جدا. بعض الناس اللي غادي يشوفوا الله اعلم اذا كل واحد كيحتار رايه فقط. اذا كما كتشوفوا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا اثمنه كما قلت لكم 50 40 60 70 80. اذا حاليا باقي ما وصلناش لحولي ديال 5000 درهم غادي نبحثوا غادي نشاركوا معكم الحواله ديال 5000 درهم خاص في نزكان استمروا معنا.